شرع لك أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: أفضل مجلس يجلسه الرجل والمرأة أن تجلس بعد الصلاة المكتوبة في مصلاك. قال: لأن الملائكة تستغفر لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وانت جالس بعد الصلاة. إذا صليت اجلس ولو 15 دقائق. قال: من قال سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات، ثم دعا إلا قال الله: أجبت أجبت، أو لك كذا.